مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: من المواقع المحلية سجين يغلق الطريق الواصل بين عدن وتعز. أول مدينة عرفت السيارة في اليمن تحتفي بتشغيل إشارة ضوئية في شوارعها. وموقع ألماني يقول الإدارة الذاتية في عدن مقدمة لحرب جديدة وانفصال جنوب اليمن. قال مستشار سابق للمبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطة قدمها للكونغرس الأمريكي إن انهيار الدولة في اليمن يقترب من نقطة لا عودة، وإن جماعة الحوثيين تدير المناطق التي تحت سيطرتها بطريقة بوليسية وحشية. وعنون موقع المصدر أونلاين: باحث يمني للكونغرس الأمريكي: الحوثيون يديرون المناطق التي تحت سيطرتهم بطريقة بوليسية وحشية. وأوضح عبد الغني الإرياني الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية الذي عمل سابقا ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إحاطته التي قدمها للجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أوضح بأن الحوثيين يعانون اقتصاديا ولكنهم لا يزالون متمكنين عسكريا. وأضاف: سافرت عبر الخطوط الأمامية في اليمن وشهدت المعاناة التي سببتها الحرب، ورأيت كيف أمسى الملايين من اليمنيين أسرى انتهازية الأطراف المتحاربة وتآمر داعميهم الأجانب. ولفت إلى أن الحوثيين يعلمون أن الوقت الأفضل لهم لإنهاء الحرب هو الآن. في المقابل تبحث السعودية عن مخرج، وهذا ما تشير إليه إعلاناتهم مؤخرا عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب، والتي رفضها الحوثيون باعتبارها مبادرة غير حقيقية. وطالب الإرياني الولايات المتحدة والقوى الأخرى دعم الناجي الدبلوماسي الذي يركز على توحيد البلاد ومؤسساته المركزية، ويعترف بأصوات اليمن المتعددة. وفق الإرياني فإن الولايات المتحدة تستطيع مساعدة اليمن والسعودية في التوصل إلى تسوية معقولة تلبي طموحات السعودية الاستراتيجية. عندما تنهار الخدمات فإنها تجر بعضها نحو التوقف. من يصدق أن أول مدينة عرفت السيارة في اليمن قبل عشرات السنين عاشت أكثر من عقد دون أن يكون في شوارعها إشارة ضوئية واحدة، حتى أصبح تشغيل إضاءة مرور خبرا مفرحا في عدن. وعنون موقع عدن الغد محلي: الشيخ عثمان يعيد تشغيل الإشارات الضوئية المرورية بعد أعمال الصيانة. وقال الموقع: استكملت عملية الصيانة بإعادة تشغيل الإشارات المرورية الضوئية في تقاطع المجلس المحلي في الشيخ عثمان بعد توقفها لفترة من الزمن نتيجة عطل فني. وقال الموقع: إن الصيانة تمت بجهود خالصة من المجلس المحلي لمديرية الشيخ عثمان برئاسة القائم بأعمال المديرية والأمين العام للمجلس المحلي. وذكر القائم بأعمال مديرية الشيخ عثمان السائقين بالهدف من الإشارات المرورية، داعيا جميع سائقي المركبات بالالتزام بالإشارات لتسهيل حركة سير المركبات والمارة بشكل منتظم. عن تحول الدولة اليمنية من فاشلة إلى دولة منهارة، كتب المصري عمرو حمزاوي مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا: ها هو البلد صاحب الكثافة السكانية الأعلى في شبه الجزيرة العربية اليمن، يشهد تحول الدولة الوطنية من دولة فاشلة ذات مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية عاجزة وغير قادرة على احتكار الاستخدام المشروع للقوة الجبرية، إلى دولة منهارة تختفي مؤسساتها وأجهزتها وتتفكك أقاليمها وتتكالب على المواطن والمجتمع فيها الانهيارات، وتتنازع على السلطة ميليشيات ومجموعات مسلحة مدعومة خارجياً، منها الطائفي كالحوثيين، ومنها القبلي والجهوي كمجموعات الحراك الجنوبي، ومنها الإرهابي كبقايا تنظيم القاعدة، ومنها بعض مراكز النفوذ التقليدية داخل بقايا المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية. ومآل ذلك من استمرار التدخل العسكري الخارجي لن يكون غير التفتت الكامل لليمن وحروب عبثية لا تنتهي يتحمل المواطنون في اليمن
الكلفة الباهظة لما يعصف بمجتمعهم من كوارث والعنف والإرهاب والفقر والأمية والانهيار الكامل لظروف الحياة والمعيشة. ويتحمل المجتمع اليمني الكلفة الباهظة للتفتت وفقدان السلم الأهلي وتكالب الميليشيات الطائفية والقبلية الجهوية والإرهابية وبقايا مراكز النفوذ القديمة في بعض المؤسسات والأجهزة. ويتحمل اليمن الكلفة الباهظة لدولة وطنية زج بها إلى متوالية الانهيار والاختفاء. هي كلفة باهظة لليمنيين، وإزاءها يتوجب على كافة الأطراف الإقليمية المتورطة في صوملة اليمن إعادة النظر في أهدافها وسياساتها وأفعالها. يتوجب أيضا على فاعلين إقليميين آخرين كعمان الجار المسالم لليمن ومصر، التي دوما ما نظرت إلى وجود اليمن المستقر كأحد مرتكزات الأمن القومي المصري. التفكير الجاد في سبل إنقاذ اليمن من المأساة الراهنة. إطعام الجوع والمحتاجين ليس واردا في قاموس الميليشيا، وبالتالي فقطع المعونات عنهم لا يثير اهتمام الحوثيين الذين كانوا سببا في تخفيض المساعدات إلى النصف وربما توقفها تماما. ووفقا لموقع الصحوة نت، بسبب مضايقات الميليشيا الأغذية العالمي يعلن تقليص مساعداته إلى اليمن إلى النصف، حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص المساعدات المقدمة إلى اليمن حتى النصف بسبب مضايقات ميليشيا الحوثي الانقلابية وعرقلتها للمساعدات. وفي مطلع أبريل الجاري أكد مسؤول في برنامج الأغذية العالمي أن تعليق المساعدات مطروح إذا استمرت التدخلات وعرقلة المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين، لافتا إلى أن عرقلة المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول. قال بيان صادر عن مكتب الأغذية العالمي في اليمن إن عمليات الأغذية العالمي في اليمن تواجه نقصا حادا في التمويل إثر العمل في بيئة بالغة الصعوبة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وأضاف أنه لم يعد أمام البرنامج في الوقت الراهن خيار سوى تقليص المساعدات الغذائية إلى النصف لتفادي توقفها بشكل كامل مستقبلا. وتابع: ابتداء من نهاية أبريل الجاري ستحصل الأسر على مساعدات غذائية على أشهر متناوبة بدلا من المساعدات الشهرية. ويسعى الحوثيون إلى إجبار برنامج الأغذية العالمي على تسليم المساعدات الإنسانية نقدا بدلا من المواد الغذائية، في الوقت الذي تطلب المنظمة الأممية سلسلة من الإجراءات لضمان عدم نهب وسرقة المساعدات من قبل الميليشيا، من ضمنها البصمة عبر العين. مئات السيارات متوقفة على طول طريق هيجة العبد في انتظار أن يسمح لهم مسلحون أو يسمح لهم مسلحون بالمرور. فماذا يريد من قطعوا طريقا هو آخر منفذ لتعز، يعنون المشاهد نت. مسلحون يقطعون طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز، وأكد المسافرون أن مسلحين قطعوا طريق هيجة العبد في مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج ومنعوا سيارات نقل المسافرين والشاحنات التي تنقل البضائع القادمة من محافظة عدن ولحج من الوصول إلى محافظة تعز والعكس أيضا. وقال المسافرون إن من قطعوا الطريق يريدون الضغط على السلطة المحلية في محافظة تعز بإطلاق سجين على ذمة قضية جنائية. يشار إلى أن طريق هيجة العبد هي الطريق الوحيد الذي يربط محافظة تعز بمحافظة لحج وعدن بعد إغلاق جماعة الحوثي المنافذ الواصلة إلى مدينة تعز شرق المدينة وشمالها. الدول العربية وأزمة القيادة. تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة مضيفا في القدس العربي. يقال دائما في وصف القيادة: لا يوجد جنود فاشلون بل قادة فاشلون. والملاحظ في العالم العربي بأن مسؤولية كل فشل توضع على الجنود وبسطاء الناس وصغار الموظفين وقلما على صناع القرار الأساسيين. وهذا يترافق في عالمنا العربي مع غياب النموذج واختفاء دور الشعوب العربية في اختيار القادة، وبطبيعة الحال في ظل نقص قيم القيادة المرتبطة بالإنجاز والعدالة والمساءلة لا توجد تنمية حقيقية ولا ازدهار حقيقي، ولا يوجد في نفس الوقت مشروع وطني جامع
يعزز مكانة الإنسان والتعليم والبحث والعلاج والاستقلال والاقتصاد. مع غياب النموذج في العالم العربي نكتشف أننا لا ننتمي عمليا للنموذج الغربي أو حتى الصيني أو حتى الروسي أو غيره. لقد بنينا في منطقتنا نموذج لا نموذج، فقلما ننجح خارج منظومات تكرس القمع والأمن والنهي والفرض والفوقية. عالمنا في حالة ضياع لأنه يرفع شعار الأمن منذ عشرات السنين، لكن هذا الأمن في تراجع وضياع بسبب غياب العدالة ونقص الحريات وانتهاك الحقوق وطرق القيادة البليدة. تتضح مشكلة العرب عبر طريقة انتقال السلطة بعد موت القائد، ففي عملية الانتقال لا مكان للشعب أو للمجتمع بكل فئاته، ومع انتقال السلطة يستطيع الحاكم الجديد الاستفراد بالسلطة بصورة مطلقة إن قرر ذلك، فلا توجد مؤسسات تحد من سلطاته ولا قوانين تمنع الاستفراد ولا حريات صحافية تسمح بالنقد ولا برلمانات تضع حدودا. وإن أراد الحاكم يستطيع أن يبطش بمن ينتقده متوسعا في بناء السجون لاستقبال أعداد أكبر من الشعب. في العالم العربي قلما يخضع القادة لقانون فاعل يحمي الأفراد والمؤسسات من ميولهم. يسعى المجلس الانتقالي بجنوب اليمن لفرض سيطرته على المحافظات الجنوبية عقب إعلانه الإدارة الذاتية، وهو ما ترفضه الحكومة وتسكت عنه السعودية والإمارات. فهل بات اليمن على وشك صراع جديد ربما يقود نحو تقسيم البلاد؟ وفقا لموقع دي دبليو الألماني والذي عنوان الإدارة الذاتية في عدن مقدمة لحرب جديدة وانفصال جنوب اليمن، وقال الموقع دخلت الحرب في اليمن فصلا جديدا من التصعيد عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي فرض حالة الطوارئ في مدينة عدن الساحلية. وتحدث الموقع عما قال إنه انفصال المجلس الانتقالي الجنوبي مستندا إلى تحليل أجراه مركز صنعاء المستقل للدراسات الاستراتيجية، والذي توصل إلى أن السعودية حاولت مؤخرا إضعاف نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل ممنهج من خلال وقف الإمدادات لمقاتلي المجلس الذي أراد قادته إنشاء قوات مسلحة جديدة بالمساعدات المالية السعودية، ما أدى إلى انشقاق قواتها عن القوات التي تقودها السعودية. ويرى المركز أنه يبقى من غير المرجح أن تشارك السعودية بشكل مباشر في مواجهات عسكرية بين قوات حكومة هادي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ومن غير المرجح أيضا أن تعرض الرياض جنودها للقتل أو الإصابة أو الاحتجاز كرهائن. ومن ذلك يرى المركز أن الوضع بالنسبة للسعودية صعب، لأن تواجد المملكة في المدينة يضعها أمام خيارين: إما تقبل سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على جنوب البلاد، أو المخاطرة والتورط في مواجهة مسلحة مع حليف مفترض وغير رسمي. لا تدع القوى العظمى تتقاسم العالم، مدارات النفوذ غير ضرورية وخطيرة. تحت هذا العنوان كتب هال برانز مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد الذي جاء فيها. انتهت الآن لحظة ما بعد الحرب الباردة، وعاد طيف ظهور عالم منقسم. الآن تقوم روسيا بإظهار قوتها في الشرق الأوسط، وتؤكد حقها في الهيمنة في خارجها القريب، وتسعى الصين إلى الحصول على أسبقية في غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، وتستخدم نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي لجذب الدول من حول العالم إلى مدارها بطريقة أكثر إحكاماً. كما طور هذان البلدان الأدوات اللازمة لإخضاع جيرانهما وإبقاء القوة الأمريكية على مبعده. كان إلسون واحداً من العديد من المحللين الذين أيدوا مؤخراً الأطروحة القائلة بأن الولايات المتحدة يجب أن تجعل من الفضيلة ضرورة، بمعنى أنها يجب أن تقبل بمناطق نفوذ روسية وصينية والتي تشمل جزءاً من شرق أوروبا وغرب المحيط الهادئ ما دامت لا تستطيع أن تمنع ذلك، على أنها ثمن الاستقرار والسلام. وهذا المنطق ذو شقين: أولاً إنشاء فصل أوضح بين الأطراف المتنازعة من خلال وضع علامات واضحة على مكان انتهاء نفوذ أحدها وبدء نفوذ الآخر، وثانياً تقليل فرص نشوب الصراع من خلال منح القوى الصاعدة أو المنبعثة منطقة آمنة على طول حدودها. ومن الناحية النظرية تبدو هذه طريقة معقولة لمنع المنافسة من التحول إلى صراع مباشر،
خاصة بالنظر إلى أن دولا مثل تايوان ودول البلطيق تقع على بعد آلاف الأميال من الولايات المتحدة، وإنما على أعتاب منافسيها. ومع ذلك سوف يجلب عالم مقسم إلى مناطق نفوذ في الواقع مزيدا من المخاطر أكثر مما يجلب من السلامة. سوف تكون مجالات النفوذ الروسية والصينية حتما مناطق للإكراه والاستبدادية. في جولتنا من الصحافة الفرنسية المهتمة بالشأن اليمني، نطالع من صحيفة لوفيغارو فيروس كورونا. اليمن الذي يعيش حالة حرب يعلن عن أول وفاة، ويقول تقرير لصحيفة ترجم أو للصحيفة ترجم لصالح قناة بلقيس إن اليمن أعلن عن أول حالتي وفاة بسبب الفيروس التاجي الجديد، وسط مخاوف من المنظمات غير الحكومية حول تأثير الوباء على سكان هذا البلد الفقير الذي مزقته الحرب. ووفقا للجنة المخصصة لمرض كوفيد-19 في وزارة الصحة، تم اكتشاف 5 حالات جديدة من المصابين في مدينة عدن، ما مجموعه 6 حالات في جميع أنحاء البلاد. تضيف الصحيفة: تم إجراء الاختبارات 2 مرات على المرضى المصابين في كل مرة، وكانت النتيجة إيجابية. تقول الصحيفة الفرنسية: بلد معزول بسبب الصراع منذ 2014 بين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة الرياض والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، يبدو أن اليمن قد نجا حتى الآن من الوباء الذي أودى بحياة نحو 250,000 شخص حول العالم. وتخشى المنظمات الإنسانية من كارثة انتشار الفيروس في البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية، حيث قضت الحرب على النظام الصحي الذي كان فاشلا بالفعل. تفيد لوفيغارو: نزح أكثر من 3 ملايين شخص بسبب النزاع، وكثير منهم في مخيمات معرضة بشكل خاص لخطر انتشار أمراض مثل الملاريا والكوليرا. يمكننا التعلم من الهند، حيث تحدثت صحيفة آي نيوز البريطانية عما أسمته مفاجأة وعلقت: فيروس كورونا في الهند، لماذا يعد عدد الحالات والوفيات منخفضا نسبيا في بلد يبلغ عدد سكانه 1,300,000,000 نسمة؟ تفيد الصحيفة: الهند شهدت أول حالة إصابة قبل نحو 2 شهر، ولديها حاليا 31,332 إصابة مؤكدة و1,008 وفيات فقط. تشير إلى أن الهند ثانية كبريات دول العالم من حيث عدد السكان لكنها فاجأت الخبراء في الأشهر الأخيرة بعدد منخفض للغاية لوفيات فيروس كورونا. وتشير كاتبة التقرير الذي ترجم لصالح البي بي سي إلى خوف الخبراء من حدوث ملايين الوفيات المحتملة بسبب الأنظمة الصحية الضعيفة في الهند، لكن الأرقام الخاصة بكوفيد-19 في البلاد تظهر حقيقة مختلفة حتى الآن. وتعدد روشيلا بعض أسباب ذلك وتقول: إنه في حين يصعب تحديد السبب الذي يجعل الهند تبدو وكأنها تحقق نجاحا في مواجهة الوباء، فإن أحد الإجراءات الرئيسية التي تميزها عن الدول الأخرى هو طريقتها في تطبيق الإغلاق. وحسب رأي الكاتبة، فإن الهند انتبهت مبكرا إلى أهمية تطبيق الإغلاق، وإن الذين انتقدوا ذلك يدرسون الآن ما إذا كان لهذا دور كبير في انخفاض معدلات انتشار الفيروس. لا تهاجم العولمة، إنها ستنقذ اقتصاداتنا بعد الوباء. تحت هذا العنوان كتب الباحث في مركز الدراسات المستقلة في سيدني سلفاتوري بابونيس مقاله المنشور في فورين بوليسي مضيفا: ثمة ركود يتعمق الآن بينما يقع اقتصاد رئيسي تلو الآخر فريسة لوباء فيروس كورونا. وقد تقلص الاقتصاد الصيني للمرة الأولى منذ عقود، وهو يعاني من انكماش اقتصادي لا يستطيع حتى الإحصائيون الاقتصاديون الورديون في البلد أن يخفوه. وتقترب البطالة في الولايات المتحدة من 20% لتكون بذلك قريبة من مستوياتها في حقبة الكساد. وتسببت القيود المفروضة على السفر في مقتل السياحة العالمية، وأغرقت صناعة النفط في حالة من الفوضى، كما توقف إنتاج السيارات فعليا وانتقل البيع بالتجزئة إلى العمل من خلال الإنترنت. في شتاء سخطنا هذا مع فيروس كورونا، يصعب تصور أن صيفا اقتصاديا مجيدا ربما يكون على بعد بضعة أشهر فقط. المفكرون يعلنون كالعادة نهاية الرأسمالية، وتتراوح التوقعات الاقتصادية لهذا العام بين الركود الحاد والكساد المطول.
ويتوقع الصندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% في العام 2020، وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا بنسبة 6%، ومع ذلك تماماً مثل ما كان يجب أخذ توقعات خبراء الأوبئة بحدوث عشرات الملايين من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ببعض الحذر، ربما تبين أيضاً أن توقعات خبراء الاقتصاد كان مبالغاً فيها. وإذا تبين أن أسوأ السيناريوهات كانت نبوءة خاطئة وعاد الناتج المحلي الإجمالي هادراً في وقت أقرب مما كان متوقعاً، فسوف يكون ذلك بسبب العولمة بالتحديد، بعيداً عن كونها البعبع الذي يصورها المنتقدون به، فإن العولمة هي السبب في كون الاقتصادات أكثر إنتاجية وأكثر كفاءة، ونعم أكثر مرونة في مواجهة الصدمات. ونتيجة لذلك أصبح بوسعنا الآن أن نفعل المزيد بتكلفة أقل، والاستمرار في ذلك حتى بينما ينهار العالم من حولنا. انتقى حكام جائزة مسابقة بنكليدي للتصوير الفوتوغرافي من بين 9000 صورة من أكثر من 70 دولة. انتقوا مجموعة من الصور المميزة، حيث فاز المصور الفوتوغرافي كيماس بجائزة الأولى للتصوير الفوتوغرافي على صورة التقطها لأطفال يصطفون في طابور للحصول على الطعام في مخيم كبير للاجئين الروهينجا. هذه مجموعة من تلك الصور، نبدأها بالصورة الفائزة والتي نشرت في البي بي سي. بقي عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها في آخر جولة لهذه الحلقة. بهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.